السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. آسفين على التأخير والوقت ما يزال بدري. صباح الخير للجميع، صباح الخير أبو صالح، صباح الخير مشاهدينا في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقكم إلى كل خير، وأن يأخذ بيدي ويديكم إلى كل خير وإلى كل عمل صالح وإلى أمور صالحة وإلى ما نصب إليه وما نريد من خير ومن فعل الخير ومن أداء بعض الأمانات وبعض المهام في هذه الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقكم إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير ويعيننا على فعله. في هذا الصباح وإن كنا تأخرنا قليلا إلا أن الوقت ما يزال طويل على من يتابع هذه الشاشة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير ويعيننا على فعله. لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك وأتوب إليك. هذه الأيام محسوبة علينا، دقائق وثواني، وكل إنسان في هذه الحياة يجب أن يكون مستثمر لهذا الوقت. في كذلك استثمار هذا الوقت ليس في فقط في الأعمال الصالحة، مع الأعمال الصالحة أقوال صالحة، أقوال طيبة. كذلك إذا لم تستطيع أن تؤدي هذه الأعمال كف لسانك عن أذى الآخرين. في هذه الأيام التي الآن نقترب من نهاية العام الهجري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بخير، وأن يعيننا على أداء هذه الأيام على في أعمال صالحة وأعمال طيبة وأعمال مقبولة. في مستهل هذه الحلقة لا يوجد إلا أنا وأبو صالح، وإن شاء الله نقوم بما يرضيكم إن شاء الله. يلا أبو صالح.